مساكم الله بالخير. اليوم عندنا نقصة حق هم نجمة متألقة من عمرها 10 سنين، قدمت برامج الأطفال وخذت قلوب الأوادم وياها، بعدين استمرت مشوارها الفني، بعدين انقطعت شوية، بعدين ردت لنا بقوة. نوها نبيل، يا هلا وسهلا فيك. تعال مبارك. حياك الله. ترى من زمان وأنا بأمريكا طالع البرنامج وتشهد. يا حبيبة قلبي هذا، والحين هاي موجودة ويانا. الله يسلمك. اليوم النقصة بتكون حق نوها، هي عاد تتصرف فيها. إن شاء الله. إحنا ملاحظين كل مرة بنطلع لكم أكلات مكبوس ومطبق ومرقوق، اليوم طلعنا شوية رحنا القاهرة. أيوة. ونزلنا على البلد. عدل، وبنسوي لكم فتة مصرية. أيوة. عدل مع لمسة قصارية. وبعدين الطبخة الثانية أنا يعجبني ورق العنب، فبنسوي لكم طاجن ورق العنب ومع الدياي. إن العادة في قاعدة ريش العادة، بس هذا لا، بتكون داخلة دياية محمرة ومحشية بنفس حشوة ورق العنب، ورق العنب زافينها. ما أدري شو حكي اليوم. أنا بقى ما أبي أطول عليكم بالسؤال، بس أبي عشان أكسب الوقت، أنا مجهز هني الماي عندي حار عشان بسوي الفتة. مقادير الفتة كثر ما تبوا، طبعا احنا اليوم ماخذين بس موزات، في موزات مسلوقة ذاهبة، بس بعلمكم الطريقة شلون نسلق الموزة. الموزة عندنا نظيفة مغسولة لين الله شاف لها، نضيفها على طول، بننزلها بالماي عدل، وبنحط عليها بهار عدل اللي هو هيل، دارسين، ورق غار، مسمار، فلفل أسود ومستكة، لأن هذا الطعم اللي مال الفتة لازم نبين فيها شوية مستكة وياها. وأنا طبعا هذه إضافة مني اللي هي الستار. عاد الموزات كنت أسويهم قبل أنا مع المكبوس. اي صح، بس أبهرهم قبل. اي وأسلقهم. اي وتالي أطبخهم. ها أول تبهرينهم. أبهرهم. اي وتقلينهم تشوحينهم. اي وتشوحينهم. اي هذه طريقة حلوة عشان تمسك الطعم يصير فيها داخل وبهارها يصير فيها. بس هذه الحين طريقتها إن شاء الله إن شاء الله تعجبك. إن شاء الله. بس بنضيف العادة هم يحطون راس بصل وياها، أنا بحط بصل لأن عقب بصفي الماي هذا وباخذه، وإحنا أوريدي بس هذا كل اللي يبي. عقب ما تستوي للحمى بنحط لها شوية ملح. هذه الحمتنا الحين تشتغل على كتر هني، طبعا احنا عندنا مجهزين المقادير مسبقة هناك عندنا بالزايد، بس هذا عشان يعرفون شلون الطريقة. ما فيها طماط، ما فيها معجون، ما فيها كركم، ما فيها بهار اللي هو البودر. بودر. بس بهار عشان نبي الماء صافي. ليش نبي الماء صافي؟ عشان نسوي منه العيش اللي بيكون حق الفتة. عادة الناس تسوي عيش أبيض، لا احنا بنستخدم الماء مال الفوح، غميضة عليه يروح، منه حق الفتة ومنه حق العيش اللي بنسوي. الوصفة الثانية اللي عندنا هذه الحين تدرون وصفة ايه، هو ورق العنب. شلون بنخلط ورق العنب او بنخلط الخلطة؟ طبعا انا خالط خلطة قالوا لي لا اخلط قدامهم ان شاء الله. كزبر وشبنت وبقدونس وطماط وبصل، هذه الخلطة المعتادة، وعيش مصري. اوكي. فاحنا انا بجيب العيش المصري مغسول، طبعا هذا العيش المصري وهذا شوية طماط وياه شوية شبنت وشوية بقدونس شوية كزبرة، واللي يحب اللحم أنا هي فيها دياي يحط لحم، واللي بسويها من غير تصير من غير. يسهني لحم مفروم والبهارات، كل ناس لها بهاراتها، اكو ناس يحطون بس فلفل اسود، ناس يحطون 7 بهارات، ناس يحطون، انا احط بهار العادي اللي شويه كركم. وبعدين عندي دارسين اللي هي الارفاع على قولتهم، وفلفل اسود وبهار مخلوط اللي هو خلطه البيت اللي هي فيها كزبر وكمون وفلفل اسود مع بعض. هذه كلها وشويه ملح لازم. أنا ما أبي أجيسها بديني، فيعني شوفوا أيوة الذرابة عشان ما أخرج كذي، وهو عادة لازم باليد، بس أنا لأن عندي الخلطة كاملة مستوية، وهذه بعطيهم إياها خلطونها يلفونها باكر كيف مع راحتهم. نضيف لها شوية زيت عادي أو زيت زيتون اللي تفضلونه،
وطبعا ويا هاللويه دي كلها لازم عصير ليمونه، بس انا قاعد اشوف قدامي ما في عصير ليمون. المهم ضيفوا عصير ليمونه واحده حق المقدار هذا، اذا اكثر ضيفوا اكثر يعطيها مزازه وطعم او نسه تصير. خلطنا خلطتنا، نجيب الصجيه كاهي. هذه صديه حبيت. انزين كماري انها انا ما ابي اطول عليك، خلي بقول لكم بس الخلطه وخلي كماري تبهر وارد لكم بعد شوي. فلفل اسود وبهار مخلوط وشويه دارسين شويه كركم عدل وشويه ملح وشويه بابريكا تعطيها اللون تعطيها طعم حلو. هذا تخلطينه يميع، بهري لي الديايه يا كماري. هذه جاهزه كماري ولا تسوس؟ اي نعم كماري عاد اللي بسد عشان عددي. الله كذي شيء. صبر 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 مع الصحن. شيليها ايوه خلاص. كماري راح تبهر الديايه بعدين برد لكم عشان نحشيها ونخيطها. شوفكم بعد شوي. هذه الديايه استوت نوها. شوفي حشيناها عدل والحين بناخذها نقليها. يلا سوريها سناب على راحتك. في طول ما الديايه تنقلي هني كماري بتجابلها، وهذا انا بذوب شويه ماي حار مع مكعب النكهه على قولتهم. تذوب معنا سناب؟ انا مبلى. عندك؟ اي صور كيك اليوم ولا؟ يعني هذه بس نذوبها كذي. بس لا تشرحي ايش الدهن ديري بالك يبا. خبره انا ترى. يلا زين. زين دام انك خبره تعالي. هدي التليفون. مدي التليفون، لبسي التسوس. يلا مشي. شو بنسوي؟ عشان نصف نسوي ورق العنب. وعد ما لقيت الا ورق العنب تعطيني اياه. بقعود. انا اخر مره نسوي ورق عنب. اي. العيش كله طلع برا. لا 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 الحين بعد مش طريقه ما راح يطلع برا. شوف. يلا. الحين ناخذ الورقه هالشكل. اوكي. عدل؟ هذا خلي هذا ذوبنا الماء عشان ورق العنب خليه مني. خلاص. ها؟ هذه. هذه دياي. شوفوا دياي بس نشوحها عدل وناخذ شويه عدل ونحط هني بالنص عدل وعلى طول كذي وكذي ويمين ويسار شنك تمهد يا يعني. ايوه وهذه نجرب. يلا يلا. هي المهم كميه العيش اللي على هني كماري. احنا بنجرب كم وحده. انا في طول ديري بالك على الدياي روح منك. في طول ما نهى قاعد تلف لكم ورق العنب انا بصف هني شويه بصل في قاعه الجدر. هذا الجدر اللي بنستخدمه الفخار. هذه كذي. ايوه. تعالي. نعم كملي عليها. شنو هالصب طلعت. ما يخالف اذا طلعت رديها. طلعت عويه. اي لا لا ما طلع عويه. ها مضبوطه؟ ليلها كاي شلوها. يلا لفي كملي. يلا وانا بصف لكم البصل هني. لازم بصيلات في قاعه الجدر. اللي بعده؟ اللي بعده، تفضلي. يلا. خليهم هي يمك. بقول باخذ معي نسخة من كتاب الطبخ مالك. الساعة المباركة. ايوه لعافيك عشان نجرب ابو العيال بالبيت. لا لا إن شاء الله، إذا لنا وصفاتي كلها مجربة. كلها ما شاء الله الحمد لله بفضل الله كلها زينة. ويعني والبقت مع الأوادم. حلو الحمد لله. فرشتها بكم ورقتني عنب. أنا اللفة الواحدة تاخذ معي نص ساعة. ما عليه احنا لافين مذهبين لا تخافين. اي زين. إيه. بس يعني قاعد تجرب فيه. اي لا لا حق التعلوم. إيه. إيه. كل هذا عشان تعلمني. يلا ايوه عافية عليك. خوش. وبعدين معلومة ورق العنب لا تشدون الورقة لان العيش بينتفخ وهو يشد فيها، إذا شديتوه يحصر من العيش يصير يابس، فلازم تعطونها راحتها يعني تلفينها على الراحة. اي لفاف كذي على الراحة عشان تاخذ راحتها. ايوه. وتطوينها طواي بس تخلين فيها شويه رفق. اي اي. هذا شنو افتتشت؟ بس كماري. شنو افتتشت والله؟ افتتشت ردي خذي غيرها. اي. مضروبه طلعت. ها. والله انضربت هذه. ما عليك. ان انضربت شوفي احنا العاده علمونا قبل الاولين نلف بدينا ها. ها 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 بعدين ترقعت. بعدين شيء معلومه حق ورق العنب، لفوا الورقه هذا الناعم برا
والخشن داخل عشان تصير عشان تصير انور، تصير لما تشوينه شوينه انور ما تصير مدقمله. كذي ايوه خشن داخل، انا كنت اسويها العكس. يلا حط العيش هني ويمين ويسار وتلف وياه. ديايتنا هني استوت عدل، فنجيبها وين نحطها؟ سيده في الطاجن. والله شكلي بشتغل على الطاجن. ايه؟ انا التسوس ودرني. لا لا خلاص ادري التسوس وقعد يرتاح هناك، انا بعلمكم الطاجن. لا خل علي البهار. ايش في بهار؟ يعطيك العافيه. يسلمك. ما قصرت طبعا بنيتي وياي اليوم. سوينا احنا ننطر هني اللحم احنا مسوينا، بس نوريكم شلون تصير مايته شفافه. هذه الدياية باينه يبا عندك؟ عدل اثنيها كذي؟ باينه اوكي. يلا الحين ايش بنسوي نوها؟ الحين عندنا احنا كماري خلاص لفينا ورق شافه، شيلي هذا وشيلي هذا. ايوه اعطينا الورق الملفوف. صارت ريحتها خنينه اوريدي. ها؟ ريحتها حلوه. حلوه الا مبهره ومحمره. الحين ايش بناخذ؟ ناخذ الورق هذا الملفوف ونصفه داير مداير. ما نبي عاد ناخذ من وقتكم زياده، الحين احنا بنصف هذا لما ما نوصل له كلش لفوق، لما تقريبا الثلثين نتغطي الدياية. ايوه عشان بنغطيها بورق العنب، نبيها تاخذ طعم ورق العنب. عقب بنساقيها في الصلصه هذه وندخلها الفرن. مو اقل من ساعتين ونص ثلاث ساعات على نار هاديه لما تتسبك مره واحده، بعدين ترتاح عقب نص ساعه ووريك وش اصير. رد لكم مره ثانيه؟ خلص. ولا ما رد لهم؟ فاصل ونواصل. ايوه. هذه الدياية لفيناها اسوي قليناها وحطيناها محشيه بنفس حشوه ورق العنب، وحطينا ورق العنب داير مداير. نعم هذا زاد طبعا كماري. حطيبه بالثلاجه لا يخرب. تعال دش دش حق يعني الحين تطولي من وراي ايش حق؟ حق السحور حق السحور. اي والله. الحين هذا يقولوا لي شنو هو يا جماعه؟ هذه بس خدتنا مكعب او حتى تقدرون تحطون ماي عادي وشويه وين الليمون؟ ايوه انا شويه لومي، هذه اللومي فيه عشان يعطيها المزازه. عدل وبعدين شويه بهار مخلوط، شويه فلفل اسود، شويه دارسين بس عشان يعطي نكهه، وما نكثر الماي وايد لان الدياية بروحها ترى بزل الماي. هذا الماي مو حار بداوي. امبلا ما له حار، انا ذوبت فيه المكعب. هذا مال النكهه. عدل؟ لان انا العاده وهو يغلي. نعم. احط البهار. عادل هم زين، كله واحد ما في اي مشكله. وطبعا ملح لان ملحه مو راهي، الدياية بهم تبي ملح، فنزيده شويه ملح. تاكد انه اوكي. ونزيده تبين زيت زيتون او زيت عادي حسب ما تفضلون، فنحن نحط الزيت العادي. انظر. ايوه. ونقوم نساقيها على طول. شلون حسبت الكميه بالضبط بداود؟ هذه عاد من الخبره. ايه انا احط صبع واحط. لا لا ما في داعي، هذه كذي. بنغطيها، شوفوا ورق العنب يا جماعه، هذا ورق العنب بنغطيها فيه. عشان تاخذ النكهه كلها كذي. كم ورقه هني بعد كله غطي وجه الجدر كله. وتالي شنيب وين الصحن؟ ثقب. هذا الصحن فوقه ومقطاتها فوقها. وزياده بالحرص انا عاده الفها بقصدير، فالحين كماري تاخذها تلفها بالقصدير وتدخلها بالفرن الداخلي وتجيب لنا الثانيه اللي احنا اوريدي مسوينها، بنوريكم اياها لان ما راح انطر بنتي ثلاث ساعات. واليوم جايتنا قماتي رطوبه، اليوم جايتنا حايسه تحوس. لا تستاهل من يتعب عليك والله تستاهل. نرد لكم بعد شوي نسوي الطبخه الثانيه. بدام احنا بنسوي فته، فالفته بنسويها على الرز المصري بس مغسول، ما هو منقع، مغسول زين ثلاث اربع مرات لما يطلع النشا عنه. حط له شويه زيت وشويه زبده. هو حجمه صغير يستوي اسرع من العادي. ما ياخذ ماي وايد. اوكي. هذه الزبده. هذه الزبده. عدل شو نسوي الحين؟ بنحط هذا السيكرت اللي معلميني اياه، الله يسلم من عمرها اختي ام مبارك غاده المسلم، شويه مستكه عشان يعطي الطعم اللي احنا نبيه. ما فيها مروره؟ لا شويه، ما شوية. ما راح تاثر. اي نعم ما راح تاثر. مروره انا مره مسويه ذيك الكنافه. شوف شلون الريحه طلعت. على طول العيش. انا مره مسويه كنافه بمستكه توهق.
صح هذه ممكن حطيتي وايد. كثرت كثرت وصارت شيرة شيرة ومرة مرة. كماري تعالي أعطيني الماي مال اللحم. ماي اللحم ماما من تحت. أنا قلت لكم إحنا مسوين مسبقا طايحينه بس خليناها تروح قدامكم، بس عندنا الماي مال اللحم تحت مسوين كمية أكبر بس لازم تشوفونه، تبون تقلبونه لما يتلبس يتلبس على طول. يتلبس بالزيت عشان ما يلصق ببعضه. ومساقات الماي شوي شوي، ما نحطه مرة واحدة لأن الرز المصري ما ياخذ ماي كذا الرز البسمتي، تقريبا نص الكمية، يعني قلاص بقلاص وربع بس، هذاك قلاص بقلاصين. ها تطلع ريحته الحلوة، شم ريحته شلون صارت مع المستكة، المستكة والزبدة. زبدة ومستكة. أيوه نعم. نقصر عليه شوي بس ما بي انا يصير ما بهرنا للحين بدا. لا 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 ما في بهر على المي مال السلق، هذه ميه السلق هي عندنا حاره. اوكي فبناخذ منها، احتاج بس اخذ المغرفه من هني، هذولي الصغار بس يلا الجود من الماجود على قولتهم. هذه مالت التشريبه العميقه هذه. اي فتخلونه لين يتغلف كله وتطلع ريحته مع المستكه والزبده، وعندكم ماي السلق اللي هني تساقونا مساقات. بسم الله. وانتو تحركون. حرك لك يا عبو. اي بتدري بالك. ايوه تمام. قلت لك خبره. ما نبي ناخذ وقتكم فيه، الحين احنا بنتم نساقي لين ينتفش العيش وبنحطه على نار هاديه على قولة المصريين على الرز. ايوه اي لا لا لان الرز ياخذ وقت لما يستوي، فبنشغل هذه الشوله اللي هني وينها؟ ايوه ونقصرها كذي. ايوه نار هاديه ونشوف هذا ها يبقبق على طول بنوديه من هناك عشان بنسوي شيء ثاني ويانا، خلكم ويانا. حطينا شوية زيت عشان نسوي اللي يسمونها المصريين مثل الدقوس احنا نقول فوقها، وما تحتاسون فيها شوية مستكة بعد عشان تعطي الطعم، وزبدة نفس الخلطة اللي نفس الخلطة اللي مساء. وشنو الحين؟ كزبرة ناشفة عدل وشوية ملح مع هاللوية اللي حطيناها كلها، وحبيبة الثوم هذه تصير الطشة اللي فوقها. أيوة بس تظهر ريحة الثوم على طول بننزل المعجون الطماط. بينت الريحة وياك الثوم قبل لا يحترق. أيوة, أيوة على طول حين وصلت من تطلع ريحة الثوم على طول حط عشان نحمس الطماط فيها. أيوة خلاص منها لازم نحمس الطماطة كذي شوية. الحين ريحة الطماطة ايوه مع الحمسة تطلع ريحة الطماطة عدل، واللي ما عندها على طول دقوس الطماط مال الغداء اللي زايد نفس الطريقة يأدي فوقه فوقه، أو الطماط اللي هو طاحنين احنا العادة أورجانيك هذا طماط طماطي طماط من الشالي يا أبو قلت لهم طحنون لي إياها نستخدمها الليلة عشان نسوي طشة اللي فوق. أكبرها شوي ايوه بس من تطبخ شويه كذي عباره خلصت طبختنا. شلون نخليها سبايسي حاره هذه؟ الطماط؟ ساعات يحطونها فوق الفته تصير سبايسي. سبايسي نحط فلفل احمر تبي؟ انا ما عندي مانع. اعطيني فلفل احمر. اخاف الجماعه. عشان انا ما انا كل هذا السبايس اخليه اختياري. اختياري. اقدر اضيفه في اي وقت. لان اخاف احطه ساعات واحد يقول لي ما اكل فلفل، يقول لي معدتي، يقول لي كذا مشات شطه. أيوة. يلا شطشطوها. شنو الحين اللي قاصرها بابا هني؟ قاصرها شويه خل. اي خل ولا خل؟ خل ابيض. اي خل. نستخدم انا احط ابني احبها حاده خل وليمون. وفلفل ها. حق الشطشطه. بحط شويه ما راح احط وايد. اللي يبي يزيده تالي. وهذه الصلصة عبارة خلصت. الحين برد لكم عشان أوريكم شلون نسوي الفتة ونحط طبقاتها فوق بعض.
ردينا لكم مرة ثانية عشان ننشف. يلا. هذا عندنا الخبز المقروش. تعال تحطين انت ايه. يلا. حطي مو الكمية كلها. تبي ذرابة ولا شغل؟ لا 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 لا, لا شغلنا شغلنا. اي بدايات بدايات شغل حلوة. ايوه. غسلناهم. اي يلا خش. مسكي مسكي الطبق وفرقي هني فرقي هنا نص الكمية تقريبا. يلا. عشان اساقي انا نص الكمية. نص أيوة. نص؟ اي اي اي. كله. عشان لازم يتسأسع على قولتهم. ايوه. بسم الله. بعد بعد. 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 بسم الله. تمام. بعد ولا كافي؟ كافي. اذا بغينا زود بنزيده. نبي احنا نتشرب على الراحة. هذا بس مقلي. بس ما محمر بالفرن. محمر بالفرن بعد. ايه. بس. نبي كذي عشان ياخذ الماي ما يصير ناشف. ايوه. هو ما شاء الله هذا الخبز المصري ولازم يا جماعه اذا بتسوي فته فته مصريه لازم خبز مصري، فته شاميه لازم خبز شامي، تشريبه كويتيه لازم يا رقاق يا خبز خميس. خبز الخباز. اي نعم. جديده بعد شوي. سبحان الله، هي كل اكله على على اي على طبيعتها. على طبيعتها. زيدي زيدي لا تخافي زيدي راح احط ماي. ايوه يعني رجيم. لا لا زين اوكي. لان هي فته اساسها الخبز. خلاص خلي الخبز من هناك. خلينا نزيده شويه ماي. حنين الريحه حلوه. ها هي مفيوحه وفيها البهارات العدله والمستكه. نسويها كذي. لا تخافوا من الماء الزايد راح يشرب الخبز كله. كله. إيه بس المهم ان الفته ما تكون ناشفه، اذا صارت ناشفه اكو ناس والله اكو ناس بعضهم يحبونها، يحبونها يعني يقول لك نص بنص، بس احنا نحبها كذي مسأسأه على قولتهم. منقعه. منقعه عدل. اي نعم. آه. اشرب الماء هذا كله وبعدين ايش بنسوي الحين؟ بنوزع اللحم اخر شيء. اتاني. إيه. يخلي هذا هني. الحين بنحط لها الرز. استوى رزنا. اي هذا الرز اللي احنا سويناه مساء. خليه نحطه عشان استوى بالاخر. والله على وشك. ها على وشك. شوفي بس قفشه نظيفه. بسم الله. شوفي حار. ها اوكي مستكه مسويه شغل. نعم. فاحنا ايش بنسوي الحين؟ بناخذ من الرز اللي مسويته لنا ماما كوماري طبقه عشان ما نكسر خاطرها، مع انها خوش خوش عيش مسويه ما قصرت. ها بله كذي فوقه وهو مسوى على ماي اللحم، ونجيب عيشنا اللي هني نطفي عليه ونويه فيه عدل. حكك. اي في حكك. خلاص بدم حكك معناته استوى. خلي اطراف الخبز شويه تبين عشان يعرفون احنا ايش حاطين، ونزيده من هذا لازم يكون مرحرح عليه من خيرات الله. عدل هني حق اللحم. اللحم عدل اللحم انا بدين كذي. اي هذه هذا عظمها ما طاح، باقي عظمتهم كلهم طاحوا. بس يا ريت يخترعون كاميرا فيها ريحه. ما شاء الله. علشان تشوفون شلون البهار والخلطه. وعظمها يمها عشان يبين عظمها كذي. هذه عظمها يمها. عدل. كلها موزه موزه. اي موزه لانها شوفي طايح عظيماتها. اي اي. حالاتها الموزه ترفع. واحده بالنص. وهذا بنشيله حق اللي الصحن الثاني اللي بنسويه. الخلطه مالتنا اي المشطشطه. مشطشطه نعم. فبنسوي لها كذي. وانا بخليها يمها، اللي يبي زود يحط زود، بس عشان الحين الصوره حق المنظر. وتالي عاد تفضلي. نزين. زين شو بلش؟ انا بس انا بسوي البصل، انت رشي البصل. هذا بس نلعب نلعب يعني. نعم.
هذه فتتنا اليوم عشان نهى زايرتنا. يعطيك العافيه. وهذه نخصصك يا نهى. وشلنا طبعا شفتينا عشان اللي بتودين. تسلم نعم. عاد شنك تدري والله انا ابو حمود ريلي يحب الموزات. صحة والف هنا الحين نسوي له صحيح هنا. نعم. يسلم عمرك. ودينهم حق المكان اللي انت تبينه. يعطيك العافيه. تسلم يدينك. هذه جاهزه فتتنا. الحين ايش عندنا يبا؟ عندنا المحتفى بها اللي هي الدياية والورق العنب. الدياية وورق العنب نعم. نسيتهم صدق؟ خلص من هذا. اشيل عنك هذين؟ اي هذولي بس خلاص مني. ولا بنزين فيهم بقى؟ لا 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 خلصنا خلصنا بنزين فيهم انا تالي عقب. طيب. اي بسم الله. يقول عندنا امتحان يكرم او يهان. يلا. هذه مسوينها نفس طبق الغسل من اختها. الحين بس اجيب شوكه عشان ما بي حاره تحرق ايديني. اهم شيء انا اطلع على ورق العنب ما تفتش. لا 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 ما يتفتش ان شاء الله. ما تفتش. اي يابا شوفه. وهذه الديايه. كثر طبخت ساعتين؟ ساعتين ونص تقريبا. ساعتين نعم. بس شلون استوتها؟ شوفي هذه الدياي شلون محمره صحيح. داخل نعم. انا بس ابي ارفع ذولي كذي عشان ابين لهم الدياي. هذه وجبتنا خلصت. الحين بنرد عشان نذوق نهى من وجبتنا. ونرد لكم. قبل لا اقول لكم فما لا يا زتش طبختنا انا شفت انا قلت بذوقها على الهواء. اي لايف مو على الهواء طبعا متعوده على الهواء. صحه والف هنا عاد روحي صحه والف هنا. انا في كلمه كلها اقولها بسناب. اي ناطع ينطق نطاعة. والله انت انت اللي كلك نطوعه وكلك سنع وكلك عدال. تسلم. يا بعد روحي عساك سالمه. فرصه سعيده. الله اليوم تشرفنا في بنيتي نهى ما قصرت علي يتها وبتاخذ مقصتها. تسلم. توكل على الله وهي عاد بتتصرف على كيفها. انا بقول لك انا صار لي 15 سنه ما طلعت على تلفزيون الكويت تقريبا. الساعه الف مباركه. والساعه المباركه صدق اللي طلعت فيها معك. انا تشرف يعني برمضان وبهالبرنامج الحلو. هذه بنياتنا الغاليين عدل ونبي تشجيعكم لهم من كل مكان ان شاء الله. اسال الله ان شاء الله يرفعهم زود وزود يا رب العالمين. حبايب قلبي الله يسلمك. اقول لكم فما الله مع نقصه ان شاء الله جديده. اشوفكم بالف خير.